دابا ان شاء الله غادي نبداو كوموند ديكالي شارج انديكتيف. يعني كنا تكلمنا على كوموند ديكالي بالنسبه للشارج ريزيستيف، دابا غادي نتكلموا على كوموند ديكالي شارج انديكتيف، يعني لونديلور ا كوموند ديكالي داكوغ، ولكن هذه المره في شارج انديكتيف. المونتاج هو هذا، ياك المونتاج ديال الكوموند ديكالي او لونديلور ا كوموند ديكالي شارج انديكتيف. يعني كما لاحظتوا هنا بالنسبه للديما، بالنسبه للشارج انديكتيف كنزيدو اون باراليل مع واحد، كنزيدو اون باراليل مع شاك انتريبتور ستاتيك كنزيدو واحد الديود، يعني اونتي باراليل، يعني الاتجاه المعاكس ديال كل ديود في الاتجاه المعاكس ديال كل انتريبتور ستاتيك داكوغ. يعني غادي خصنا اربعه ديال لي ديود، يعني ديما في الشارج انديكتيف كنزيدو هاد لي ديود، هاد لي ديود هادو اون باراليل مع لي انتريبتور ستاتيك داكوغ. لي انتريبتور ستاتيك غالبا ما كنستعملو، يعني كنستعملو، يعني عندنا الحق نستعملو اي انتري نوع انتريبتور ستاتيك من بينهم اللي هو ترانزستور ان بي ان بي ان داكوغ. هاد لي انتريبتور ستاتيك كيسمحو بمرور التيار في اتجاه واحد، ولكن في اتجاه الاخر تيعكس، او لا في الاتجاه المعاكس كيمنع مرور التيار الكهربائي داكوغ. دابا غنشوفو كيفاش كيتغير هاد التونسيون ديال لا شارج في او الكورون ديال لا شارج اون فونكسيون دو طون داكوغ. بالنسبه لا كورب ديال التونسيون كتشوفوه داير بحال الشكل هذا، يعني نفس لا فورم ديال الكورون ديال التونسيون اون فونكسيون دو طون اللي كنا شفنا بالنسبه للكوموند ديكالي شارج ريستيف. يعني بالنسبه للتونسيون يعني نفس لا فورم، فين كيكون الاختلاف في لا فورم ديال الكورون ديال لا شارج، يعني ماشي بحالو بحال ديال ريستيف داكوغ. اذا هنا بالنسبه للشارج انديكتيف غنشوفو لا فورم لا فاريسيون ديال التونسيون اون فونكسيون دو طون. عندنا من زيرو حتى لطو، من زيرو حتى لطو كيكون عندنا طونسيون يساوي صفر. علاش؟ لأن شكون تيكون عندنا كوموند كا 4 اي كا 3، ها هو كا 4 اي كا 3 هما اللي تيكونوا عندنا باسون، ها هو كا 4 و ها كا 3 هادو عندنا باسون. إذا هنا هاد لامايل هي اللي غتكون خدامة، وبالتالي طونسيون هنا شحال بغيساوي لينا، يعني الكره غيبقى يدور في هاد لامايل هادي. يعني مازال حنا ما عرفنا تنشوفوا لا فورم ديال الكره كيفاش غيكون، حنا المهم هاد لامايل هي اللي خدامه، يعني غنشوفوا لو سونس ديال الكره، لو سونس ديال الكره فين غيكون من بعد ما غنشوفوا نشوفوا نتكلموا على الكره. دابا حنا كنتكلموا على الطونسيون، يعني الكره كيدور هنايا فهمنا، يعني في هاد لامايل هادي. يعني مازال ما عرفنا حنا تنشوفوا لا كورب الاخرى ديال تنشوفوا لا كورب ديال الكره باش عرفوا لو سونس ديال الكره فين كاين. المهم هاد لامايل هي اللي غتكون خدامه هنا، هاد لامايل اللي خدامه يعني هاد الطونسيون هذا ما عندوش علاقه بلا شارج داكوغ، يعني هاد لامايل هي اللي خدامه. اذا الطونسيون هنا شحال بغيساوي لنا؟ بطبيعه الحال غيساوي لنا صفر، يعني بحال اللي كنقولوا لا فاز ديال الغو ليبر داكوغ. اولا نديرو كاع واحد الطريقه نشوفوا لا كورب ديال الكورون في نفس الوقت نشوفوا لا كورب ديال الطونسيون، هادشي اللي غنديرو دابا. المهم هنا من هنا حتى لهنا من زيرو حتى لطو طونسيون يساوي صفر. الكورونا كيما كتلاحظوا داير بحال هاد الشكل هذا، الكورون من زيرو حتى لطو كيدير نيجا نيجاتيف، يعني هنا هو الزيرو، يعني الكورون نيجا نيجاتيف. الكورون نيجاتيف يعني الكورون فين غيكون؟ الكورون كيفاش غيكون هنا؟ الكورون كيفاش غيكون؟ غيكون عكس منحى ديال هاد الكورون هذا اللي هو بوزيتيف، يعني الكورون نيجاتيف غيكون عكس منحى ديال هاد الكورون اللي هو بوزيتيف، يعني الطونسيون ديال بحال هكا. اذا الكورون غيكون نفس لا فورم نفس الاتجاه ديال الطونسيون داكوغ. اذا ملي غيدوز الكورون هنا هو هذا وهذا باسون، بطبيعة الحال هاد الكاكاتخ اي كاتخوا غيدوزو الكورون في اتجاه واحد اللي هو هذا، ما غيدوزش في اتجاه المعاكس داكوغ. يعني غيجي الكورون من هنا، هاد لامايل هي اللي قلنا خدامة، غيجي الكورون من هنا غيدوز من لانتيريبتور، غيلقى تي كاتخ بلوكي، غيدوز من لانتيريبتور ستاتيك وغيدوز غيلقى لانتيريبتور ستاتيك فيرمي، غيدوز من دي 3، غيدوز من دي 3. اذا هنا شكون اللي غيكون عندنا باسو هنا في نظركم؟ شكون اللي غيكون عندنا باسو هنا؟ الكره غيكون في هذا الصوص هذا فهمنا. شكون اللي غيكون عندنا باسو هنا؟ كا 4 اي دي 3، يعني كا 4 اي دي 3 من 0 حتى لطو، يعني كا 4 و دي 3 هما راه كا 4 و كا 3 كيكونوا باسو، غير هو كا 4 ما غاديش يدوز، يعني ما غاديش هو راه كيكون فيرمي ولكن ما غاديش فيه، ما غاديش فيه الكورون داكوغ. اذا شكون اللي غيكون باسو هنا؟ كا 4 اي دي 3، يعني كا 4 اي دي 3 داكوغ. اذا لانتيريبتو كا 4 اي دي 3 من غيكونوا باسو هنا. كما كتلاحظوا هنا بالنسبه للطونسيون لا ليموتاسيون ما عندوش علاقه بلا شارج. اذا هنا الطونسيون شحال بغيساوي لنا؟ بغيساوي لنا سي صفر داكوغ، يعني الطونسيون في غتساوي لنا صفر.
في هذه الحالة كنتكلموا على الغو ليبر، كنقولوا فاز غو ليبر، يعني كا 4 اي دي 3. يعني غادي نشوف في الطابلو هذا من 0 حتى للطو، الكورون اي نيجاتيف، هادشي اللي قلنا دابا ياك. سوكي امبوز لا كونديكسيون دو كا 4 اي دي 3، يعني كا 4 و دي 3 هما اللي غيكونوا باسون. لو بويسونس هنا كي غتكون بويسونس غتكون يساوي صفر، يعني بويسونس يعني بشو بويسونس هو طونسيون في الكورون، طونسيون كيساوي صفر، الكورون نيجاتيف، اذا طونسيون في الكورون يساوي صفر. دونك لو بي ايتيغال في فوا اي نول، ان هي دونك اوكان ترونسفير لينيرجي. يعني هاد الحاله هادي غنتكلموا على لا فاز ديالاش ديال الغو ليبر، كنقولوا فاز غو ليبر لان بويسونس كتساوي صفر. داكور، فاز غو ليبر يعني من زيرو تلطو فاز غو ليبر. دابا غادي نمشيو من الانترفال مناش من طو حتى لتي ان، يعني كان عندنا واحد الطو هنا تي ان، يعني من طو حتى لتي ان. كي داير الكورو هنا نيجاتيف، وكي داير طونسيون بوزيتيف، يعني هنا شكون اللي تيكون باسو هنا؟ كا ان اي كا تخوا، يعني قلنا كا ان اي كا تخوا باسو، ها هما كا ان اي كا تخوا باسو. هنا شكون اللي تيكون يعني كورو نيجاتيف؟ الكورو نيجاتيف يعني الكورو غيكون في هذا السونس هذا، داكوغ. اذا هنا الكورو غيكون في هذا السونس هذا، نتكلمو هنا نبدلو هذا الكولور هذا. الكورو كي غيكون نيجاتيف، نيجاتيف يعني في هذا السونس هذا. بطبيعة الحال كا كا ان اي كا تخوا باسون، كا ان اي كا تخوا باسون. بطبيعة الحال ما يمكنش يدوز من كا ان، لانه ما يمكنش يدوز في السونس المعاكس، يعني غيدوز من دي ان. داكوغ، اذا منين غيدوز في هاد الحاله هادي؟ غيدوز من هنا، غيلقى كا تخوا بلوكو، غيدوز من دي تخوا. داكوغ، اذا شكون تيكون باسو هنا؟ دي ان اي دي تخوا. طونسيون كي دايره بوزيتيف، علاش بوزيتيف؟ لان ملي تيكون هذا باسون هذا باسون، يعني نفس الملحه ديال الطونسيون. غير الا درنا الواد هما اللي هنايا، يعني نفس الملحه ديال الطونسيون هو نفس الملحه الطونسيون في، هو نفس الملحه ديال الطونسيون في، غيكون بوزيتيف. الكورون نيجاتيف غيكون في هذا السونس هذا، اذا الكورون غيكون في هذا السونس هذا. اذا شكون اللي غيكون باسون هنا؟ دي ان اي دي 3. في هذه الحاله كنتكلموا على ان طونسيون بوزيتيف كورون نيجاتيف، اذا البويسونس كتكون نيجاتيف، يعني لا شارج اش غدير؟ غتعطي لينيرجي لا لي موطاسيون. اذا هنا لا فاز تو كنسموها لا فاز دو ريكيبيراسيون، داكوغ، يعني من زيرو حتى لتي ان لا فاز دو ريكيبيراسيون. ها هي لا فاز دو ريكيبيراسيون، علاش؟ لان عندنا بويسونس نيجاتيف، داكوغ. عندنا من طو حتى لتي ان، هادشي اللي قلنا شكون غيكون باسون؟ دي ان اي دي 3، دي ان اي دي 3، دي ان اي دي 3، داكوغ. نمشيو من تي ان حتى تي على جوج، من تي ان حتى تي على جوج. اذا شكون تيكون باسون هنا في نظركم؟ شكون اللي تيكون باسون؟ كا ان اي كا تخوا. بطبيعه الحال كا ان اي كا تخوا كيكونوا فيرمي. شكون تيكون فيرمي؟ كوموندي، او لا كنقولوا كوموندي كا ان اي كا تخوا. يعني دابا غنشوفوا شكون اللي غيكون باسون ديالو، هو كا ان وكا تخوا راه فيرمي، ولكن غنشوفوا دابا شكون اللي غيكون باسون لهاد الكورو هذا. داكوغ، من تي ان حتى تي على جوج، هنا الكورون كي داير بوزيتيف، كورون بوزيتيف، يعني الكورون في غيكون في هذا الملحة هذا، يعني نفس الملحة الموجب اللي عندنا هنا، الكورون غيكون في هذا الملحة. إذا قلنا هذا وهذا باسون، كا أن وكا تخوا كوموند. إذا من غيدوز الكورون؟ غيدوز من تي تخوا؟ لا، غيدوز من كا تخوا، غيجي الكورون معانا، غيدوز من غيلقى تي أن بلوكي، غيدوز من كا ان. اذا هنا كما كتلاحظوا طونسيون اتجاه ديال في نفسه نفس الاتجاه ديال او، اذا غيكون طونسيون بوزيتيف، داكوغ. الكورون كذلك كما قلنا بوزيتيف، اذا طونسيون بوزيتيف كورون بوزيتيف. اش من الفاز كنتكلموا عليها هنايا؟ فاز دالي موتاسيون، علاش؟ لان البويسونس غتكون بوزيتيف، يعني البويسونس كتساوي طونسيون كورون، اذا بويسونس بوزيتيف. اذا كنتكلموا على لا فاز دالي موتاسيون. اذا شكون اللي غيكون باسو هنا؟ قلنا كا ان اي كا 3 هما اللي غيكونوا باسون. غنرجعوا لهنايا، يعني كما كتلاحظوا هنا كا ان اي كا 3 هما اللي باسون عندنا هنايا، داكوغ.
هما كوموندي وغيكونوا باسوين، غيدوز فيهم التيار الكهربائي. اذا من تي ان حتى لتي لا جوج الكورو كي غيكون موجب، لان الشيء شفنا هنا الكورو غيكون موجب، داكوغ الكورو غيكون موجب. اذا طونسيون شكون غيكون باسونا ك ان اي ك 3، وبالتالي البويسونس غتكون بوزيتيف لان الكورو موجب، طونسيون موجب، اذا البويسونس غتكون بوزيتيف. يعني غنتكلموا على فاز اليمونطاسيون او اللي سميناها فاز ا اكتيف. داكوغ غنمشيو من تي على جوج حتى تي على جوج زائد طو، نمشيو لانتيرفال من تي على جوج حتى تي على جوج زائد طو. شكون تيكون عندنا باسون؟ هي ك ان اي ك دو، يعني ك ان اي ك دو غيكونوا باسون في هذا الانتيرفال هذا، يعني ك ان اي ك دو، ك ان غتكون باسون و ك 2 غتكون باسون. داكوغ الكورون كيدير هنا كورون بطبيعة الحال بوزيتيف، كورون بوزيتيف يعني غيكون في هذا المنحى هذا. إذا ما يمكنش يدوز من ك 2 لأنه غيكون بولازيون انفيرس، غيدوز من تي 2، وما يمكنش يدوز من تي 1 غيكون بلوكي، غيدوز من ك 1. إذا شكون لي باسون هنا؟ ك 1 اي دي 2، يعني بين لانترفال تي على جوج حتى تي على جوج زائد طو، شكون اللي غيكون باسون؟ ك ان اي دي دو، ك ان اي دي دو. كي داير هنا التونسيون هنا غيكون بطبيعة الحال تونسيون تساوي صفر. علاش؟ لأن هنا الكورون غيكون هاد لاشارج انديبوندون دو لاليمونطاسيون، يعني لاليمونطاسيون ما عندهاش علاقة بهاد لاشارج في هاد الحالة هادي. إذا شحال يساوي التونسيون ديال لاشارج؟ غيساوي لينا صفر. داكوغ، والكورون عندنا بوزيتيف لان لابوبين غادي دي شارجا اترافيغ تي جوج اي كا اي كا ان. اذا من تي على جوج، من تي على جوج حتى تي على جوج زائد طو، شكون غيكون باسون؟ كا ان اي دي دو. اذا هادشي غنشوف هنا في هاد سميتو. اذا اشنو فاز بعدا هنا؟ عندنا طونسيون يساوي صفر، كورون بوزيتيف، اذا بويسونس غتساوي لينا صفر، اذا فاز غو ليبر. يعني غنتكلمو على لا فاز ديال غو ليبر. شكون اللي قلنا باسون دي ان اي كا ان، من تي على جوج تلتي على جوج زائد طو، شكون غيكون باسون؟ كنقولو دي جوج، دي جوج اي كا ان، دي جوج اي كا ان، يعني دي جوج اي كا ان هما اللي غيكونو عندنا هنايا باسون. اذا بويسونس نيل. علاش بويسونس نيل؟ لان طونسيون يساوي صفر الا ضربناه في الكورونا، بطبيعه الحال غيعطينا بويسونس يساوي صفر. اذا كنتكلموا على لافاز غو ليفل. غادي نمشيو لوتر انترفال، غنمشيو من الانترفال اللي هو تي على جوج زائد طو حتى من تي على جوج زائد طو حتى لاش حتى الانترفال تي جوج. هنا في طبيعة الحال كي داير طونسيون هنايا؟ طونسيون نيجاتيف، كورون بوزيتيف، إذا بويسونس كي غتكون هنا؟ بويسونس نيجاتيف. دابا نتكلمو علاش هنايا، علاش هنا هاد الطونسيون نيجاتيف؟ نتكلمو علاش طونسيون نيجاتيف، شكون غيكون باسون في هاد الحالة هادي؟ كا 4 إي كا 2، كا 4 إي كا 2، اللي هما هادو غيكونو باسون، هاكا 4 و كا 2، داكوغ؟ لي كنقولو كوموندي، مكنقولوش باسون، من هنا تنقولو لي كوموندينا، كوموندينا كا 4 إي كا 2، من تي على من تي على جوج زائد طو حتى لتي جوج، شكون تيكون عندنا باسون؟ كا 4 إي كا 2. إذا في هاد الحالة هادي، الكورون كيدير هنا، كورون كيدير بوزيتيف، يعني بطبيعة الحال الكورون غيدوز في هاد السونس هذا. كورون غيدوز في هذا السونس. اذا ما يمكنش يدوز من كادو لان غيكون بولاريزيون انفيرس، انا غيدوز من دي 2 داكوغ، وغيجيب الكورون هنا غيدور من هنا. ما يمكنش يدوز من كا 4 لان غيكون بولاريزيون انفيرس، غيدوز من دي 4. اذا شكون اللي عندنا باسو هنا؟ دي 2 دي 4. بطبيعه الحال كما كتلاحظوا هنا ملي غيكون هذا باسو وهذا باسو، اذا كنلاحظوا الكورون غيكون عكس المنحى ديال طونسيون، طونسيون في غيكون عكس المنحة ديال طونسيون او. يعني الا شفنا هنا غيكون في او غيكون في هذا اللصوص هذا، داكوغ.
اذا في غيكون معاكس مع او اذا طونسيون نيجاتيف يعني طونسيون او بتساوي لنا ناقص او لا في كتساوي لنا ناقص او داكوغ هنا بويسونس كي دايره كورون بوزيتيف طونسيون نيجاتيف بويسونس نيجاتيف اذا بويسونس نيجاتيف كنتكلموا على فاز دو ريكيبيراسيون هنا شكون اللي غيكون باسون هنا عندنا دي 2 اي دي 4 داكوغ يعني غنقولو دي 2 اي دي 4 شنو غنشوفو هنايا عندكم متي على جزئية الطو حتى تي جوج داكوغ متي على جزئية الطو حتى تي جوج عندنا كورون بوزيتيف اذا شكون غيكون باسون دي 2 اي دي 4 عندنا طونسيون نيجاتيف كورون بوزيتيف يعني بويسونس نيجاتيف غنتكلمو على فاز دو ريكوبيراسيون هادشي اللي عندكم هنا في هاد هنايا عندنا دي 4 يعني هنا اللي عندكم بالاحمر هنا هو البلاصه اللي كيدوز الكورون اذا دي 4 اي دي 2 هما اللي غيكونوا با باسون داكوغ اذا طونسيون نيجاتيف كورون بوزيتيف بويسونس غتكون نيجاتيف بطبيعه الحال يعني غنتكلموا ان كتكون عندنا بويسونس نيجاتيف كنتكلموا على فاز دو ريكيبيراسيون يعني لا شارج كت لا باتري او لاليموتاسيون كتريكيبيري الانرجي من عند لا شارج داكوغ لان بويسونس نيجاتيف غنمشيو لانترفال من تي 2 حتى تي غنشوفوا لانترفال من تي 2 حتى تي شكون اللي غيكون عندنا باسو هنا ك 4 ك 4 اي ك 2 هو اللي غيكون باسو ك 4 اي ك 2 غنديرهم بواحد اللون هنا باش يبانوا لكم ك 4 ها هو ك 4 غيكون كوموندي داكوغ واخا هو ماشي ماشي كنقولوا ملي كنقولوا كوموندي لا يعني انه باسو حيت راه يقدر يدوز فيه الكره واخا هو كوموندي يقدر ما يدوزش فيه الكره هادشي اللي شفنا يعني ك 4 و ك 2 هما اللي قلنا كوموندي يعني تيري بتور ك 1 ك 4 اي ك 2 هما اللي كوموندي اذا بطبيعه الحال الكورون كيدير هنا الكورون نيجاتيف بما ان بعدا نشوفوا هنا ك 2 اي ك 4 كوموندي اذا طونسيون بطبيعه الحال غيكون طونسيون في غيكون معاكس مع طونسيون او بطبيعه الحال شتي هنا هاد لامايل اللي غتكون بطبيعه الحال خدامه هي هاد لامايل يعني قبل ما نمشيو كاع نشوفوا المرحله ديال الكورونا هاد لامايل اللي غتكون خدامه طبيعي ده هان داكو اذا هنا او في هذا السونس وهنا في هذا السونس اذا او بيكون معاكس مع السونس ديال في اذا بتساوي طونسيون في غتساوي ناقص او داكو قلنا ك 4 اي ك 2 هما اللي غيكونوا باسون داكو طونسيون او بتساوي طونسيون في غتساوي ناقص يعني طونسيون نيجاتيف كما كنلاحظوا من هاد لا كورب هادي الكورون كيدير الكورون نيجاتيف يعني غيكون في هاد المعنى معاكس هاد المنحة الموجب يعني الكورون نيجاتيف غيكون لاصوص بحال هاد الشكل هذا بما ان قلنا كا 4 اي كا 2 باسون ما يمكنش يدوز من كا 4 الكورون داكوغ اذا الديود الديود دي 4 ما يمكنش يدوز منه لانه غيكون بولاريزون نافر يعني غيدوز غيدوز من كا 4 وما يمكنش يدوز من دي جوج لانه حتى هو غيكون بولاريزون نافيرس غيدوز من كا دو يعني في هذه الحاله شكون اللي غيكون باسو هنا كا 4 اي كا دو يعني كا 4 اي كا دو هما اللي غيكونوا باسو داكوغ كورون كيدير هنا نيجاتيف طونسيون نيجاتيف اذا بويسونس هي النيجاتيف في النيجاتيف هي بوزيتيف اذا بويسونس بوزيتيف يعني فاز داليمونتاسيون ولا اللي سميناها فاز اكتيف بين تي على جوج بين تي جوج و تي الكورون كما قلنا نيجاتيف فاز اكتيف علاش لان طونسيون نيجاتيف اي لو كورون نيجاتيف اذا بويسون غتكون بوزيتيف طبيعة الحال اذا فاز اكتيف ولا فاز اليموتاسيون شكون غيكون عندنا باسون هنا اللي كما قلنا ك 2 اي ك 4 هما اللي غيكونوا عندنا هنا باسون داكوغ اذا عندنا شحال من فاز هنايا عندنا 3 فاز يعني تكلمنا على 3 فاز من 0 حتى للطو فاز غو ليبر علاش فاز غو ليبر لان بويسونس تساوي 0 من طو حتى لتي ان عندنا فاز دو ريكيبيراسيون علاش فاز دو ريكيبيراسيون لان بويسونس نيجاتيف داكوغ من تي ان حتى لتي على جوج فاز اكتيف او لا فاز داليموتاسيون علاش سميناها فاز اكتيف او لا فاز داليموتاسيون لان بويسونس بوزيتيف كذلك من تي على جوج تلتي على جوج زائد
طو ان فاز دو غوليبر. علاش سميناها فاز دو غوليبر؟ لان بويسونس كيساوي صفر. من تي على جوج زائد طو حتى تي جوج. علاش سميناهم فاز دو ريكيبيراسيون؟ لان بويسونس نيجاتيف. ومن تي جوج حتى طو علاش سميناه هنا فاز اكتيف ولا فاز داليمونطاسيون؟ لان عندنا بويسونس بوزيتيف.